السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد مع بعض أول محاضرة في الكورس بتاعنا اسمه Advanced Polymer. طبعا الكورس ده مبني على الكورس اللي أخدتوه في السنة اللي فاتت أو في المستوى الثالث اللي كان بيتكلم عن الأساسيات بتاعة البوليمر. البوليمر ازاي بيتكون؟ بيتكون حاجة اسمها مونيمرز وبسميه ازاي، وبيتكون ازاي أصلا الميكانيزم بتاعه البسيط. تمام، دي كانت الفكرة نفسها بتاعة الكورس كله اللي أخدتوه قبل كده. المرة دي هناخد الكورس المكمل ليه شوية بيسموه Advanced. يعني اول محاضرة برضو فيه تعريفية وبسيطة بتتكلم ان ازاي اقدر اعمل Classification البوليمرز، ازاي اقدر اصنف البوليمرز، هل البوليمر ده نوع واحد فئة واحدة ولا ممكن اصنفه، وهل اصنفه ازاي، يعني في كذا كاتيجوري ممكن اصنفه تحتيه ولا بصنفه على اي اساس. هنشوف دلوقتي ازاي اقدر اعمل Classification البوليمرز according to حاجات كتيرة جدا. اول حاجة انا ممكن اعمل classification للبوليمرز حسب هو نوعه natural ولا synthetic. يعني ايه natural و synthetic؟ natural من اسمها كده معناه حاجة طبيعية. يعني ايه؟ يعني بوليمر جاي من مصدر طبيعي موجود في البيئة حوالينا. تمام، طب زي ايه؟ يعني هل معقول تبقى في حاجة احنا عايزين نستخدمها في حياتنا او تبقى هي بوليمر واصلا جاي من مصدر طبيعي موجود في حياتنا؟ زي ايه مثلا؟ زي ما اقولك القطن، الكوتون، السلك، الوول، الرابر. القطن اللي احنا قاعدين بنستخدمه في حياتنا يوميه ده، الحرير، الصوف، المطاط. وطبعا المطاط ده ليه ابلكيشن كتير وفي الصناعه وحاجات بيتنا بنستخدمها على طول، كلها قايمه على الرابر المطاط اللي هو اصلا عباره عن منتج نباتي موجود حوالينا في الدنيا. يبقى اذا البوليمر اللي جاي من مصدر نباتي او مصدر حيواني موجود في الحياه، تمام، ده بسميه ناتشرال بوليمر. تمام، طيب انا ممكن اخد الناتشرال بوليمر ده بس اعمل عليه شويه تعديلات، زي مثلا الجلود اللي بتستخرج من الحيوانات. انا اكيد مش هاخده زي ما هو كده، هستخدمه في الصناعه واعمل بيه منتجات بقى، ملابس واحذيه وحاجات دي كلها بتحتاج شويه موديفيكيشن كده، تعديل عشان يبقى صالح للاستخدام الادمي. بس ما زال هو المصدر بتاعي ناتشرال، فبرضو انا هسمي الليذر ده، انا برضو هقول عليه ان هو ايه؟ ناتشرال بوليمر. تمام، امال ايه بقى السينثيتك؟ السينثيتك ده اللي جاي اللي احنا حضرناه في المعامل واحنا واقفين كده او في المصانع. زي مثلا ما اخد مركب الايثيلين اللي هو CH2 double bond CH2، ده مركب بسيط، وبعدين بميكانيزم هنشوف بعد كده بيتحضر ازاي، بعمل منه بوليمر وسلسله كبيره جدا، ومركب المولوكيولا ويت بتاعه كبير قوي بسميه بولي ايثيلين او البولي فاينايل كلورايد اللي هو المونيمر بتاعه اصلا فاينايل كلورايد. تمام، CH2 CHCl، وبعدين برضو بالميكانيزم معين بيتحضر منه بوليمر مركب كبير ووزن جزيئي بتاعه كبير، بيتكون من عدد كبير جدا من وحدات المونيمر، فبسميه سينثيتك بوليمر. يبقى اذا الفرق اللي بين الناتشرال وبين السينثيتك ان الناتشرال ده مستخرج من مصادر حيوانيه او مصادر نباتيه موجوده في الحياه، واحيانا بيعمل عليه تعديلات بسيطه فبسميه ناتشرال بوليمر. اما الثاني لو اصلا ملوش اي اساس خالص في الطبيعة حوالينا، لكن احنا اللي بنحضره في المصانع او في المعامل. طيب هل اقدر اعمل كلاسيفيكيشن للبوليمر على حسب حاجة تانية؟ انا ممكن اعمل كلاسيفيكيشن للبوليمر على حسب الاستراكشر بتاعه، هل هو اورجانيك ولا ان اورجانيك. طب يعني ايه اورجانيك وايه اورجانيك؟ انا بمسك واشوف كده الاستراكشر نفسه بتاع البوليمر، واشوف السلسلة الرئيسية بتاعتي هل هي عبارة عن كلها كاربون اتومز ولا عناصر تانية. يعني فرضا انا مثلا هديكم على سبيل المثال، انا واخدة ايثيلين، المونومر بتاعي كان ايثيلين. الايثيلين ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن CH2 double bond CH2. تمام، طيب وبعدين حصل له بوليمرايزيشن، مكونت منه بوليمر، فاصبح عندي سلسلة طويلة. الاساس بتاعي الباك بون بتاعتي او المين تشين بتاعتي عباره عن كلها كربون. طبعا حوالين الكربون ممكن تبقى اتومز ثانيه، زي ممكن مثلا يبقى عندي هيدروجين، ممكن يبقى عندي نيتروجين، ممكن يبقى عندي اكسجين، بس الاساس بتاعي مين؟ الاساس بتاعي هو الكربون. ده بسميه ايه؟ بسميه اورجانيك بوليمر. امال ايه الان اورجانيك؟ الان اورجانيك اللي ده معناه ان بيكون عندي السلسله الرئيسيه في البوليمر اي اتوم تانية غير الكربون، اي اتوم تانية غير الكربون. زي مثلا على سبيل المثال لما يكون عندي جلاس، الجلاس ده نوع من انواع البوليمر، العنصر الرئيسي فيه سيليكون، تمام، وحواليه طبعا اكسجين اللي هو السيليكات. يعني
او السيليكون رابر المطاط اللي هو عباره عن العنصر اللي متكون من السيليكون. دي كلها امثله على ان اورجانيك بوليمر. يبقى ده تاني طريقه ممكن اعمل فيها كلاسيفيكيشن للبوليمر على حسب هو الاستراكشر بتاعه بيتكون من الاساسي الكربون ولا بيتكون من اي عنصر تاني غير الكربون. طيب ممكن اعمل كلاسيفيكيشن للبوليمر على حسب هل هو ثيرموبلاستيك ولا ثيرموسيل. يعني ايه بقى ثيرموبلاستيك ويعني ايه ثيرموسيلينج؟ ثيرموبلاستيك معناها ايه؟ حضرت البوليمر بس بعد ما حضرته اصبح عندي امكانيه ان انا اعيد تشكيله مره ثانيه، يعني بيحصل له ري شيبينج اعيد تشكيله. زي مثلا على سبيل المثال الشمع الواكس. الشمع ده مجرد انه بيتعرض درجات حراره مرتفعه شويه بيحصل له انصهار، وبعدين مجرد ان يحصل له تبريد يرجع يتجمد تاني ويرجع لي بوليمر. يبقى اذا ده بسميه النوع البوليمر ده بسميه ايه؟ ثيرموبلاستيك. يبقى اذا ايه تعريف الثيرموبلاستيك بوليمر؟ It is a type of polymer that can reshape by the effect of heat. ممكن اعمله اعاده تشكيل بتاثير الحراره. زي ايه؟ زي ما احنا قلنا الواكس، زي البولي ايثيلين، البولي فينايل كلورايد. يبقى احنا بس وظيفتنا ان احنا نفهم الدنيا، نفهم التعريف، ونعرف كمان شويه امثله على كل نوع. طيب النوع الثاني من البوليمر اللي اسمه ثيرموسيتنج، ده العكس بتاعه، عكس الثيرموبلاستيك. معناها ايه؟ معناها انا عندي انواع من البوليمر وانس انها اتحضرت خلاص واتشكلت بشكل معين خلاص ما اقدرش ابدا مهما اعرضها لاي تاثير حراره او ضغط ان انا اعيد تشكيلها مره ثانيه. خلاص هي ليها شكل واحد وخلاص، شكرا. ليه؟ لان احيانا وهي بتحضر او هي بتعرض درجات حراره بيحصل لها كيميكال موديفيكيشن، بتغير الطبيعه بتاعتها اصلا. تمام؟ يعني مش مجرد فيزيكال انها بتتجمد وتنصهر، لا، هي بيحصل لها كيميكال موديفيكيشن، فما اقدرش ابدا مهما اعرضها لدرجه حراره عاليه انها تتحول مره ثانيه للاصل بتاعها واعيد تشكيلها. النوع ده من البوليمر بسميه ايه؟ بسميه ثيرمو سيتنج بوليمر. طيب انا ممكن كمان اعمل كلاسيفيكيشن للبوليمر على حسب بقى الشكل بتاعي او على حسب الاستخدامات بتاعته، على حسب الفورم واليوز، على حسب الفورم والشكله ايه والاستخدام بتاعه ايه. طب ازاي؟ فرض ان انا حضرت بوليمر والبوليمر ده شكلته مثلا بحيث اصبح هو صلب هارد تاف ارتكلز، يعني مواد صلبه وقاسيه فيها صلابه شويه. تمام؟ بعمل عارف زي البلاستيك في بيوتنا حاليا كلها بلاستيك. البلاستيك ده برضو احد انواع البوليمر. خلاص؟ فالبوليمر اللي بيبقى الخواص بتاعته ان هو طف وهارد انا بسميه بلاستيك بوليمر او بلاستيك، ساعات بنختصر قول بلاستيك. يبقى بلاستيك اللي في بيوتنا ده كلها نوع من انواع البوليمر، الخواص بتاعته اللي هي اللي هو قاسي شويه وصلب بتخليني انا استخدمه في تطبيقات معينه او في مجالات صناعيه معينه، وبطلق عليه اختصارا بلاستيك، هو بلاستيك بوليمر او بلاستيك. زي ايه؟ البلاستيك ده مصنوع من ايه؟ مصنوع من بوليستيرين، بولي فينايل كلورايد، بولي ميثايل ميثاكريليت. يبقى اذا الثلاث انواع من البوليمر دول بسميهم بلاستيك بوليمر. ليه؟ لان هم الصفات بتاعتهم ان هم هارد اند تاف ماتيريال. تمام؟ يبقى دي نوع من انواع الكلاسيفيكيشن للبوليمر على حسب شكله ان هو هارد وطف، وبالتالي انا بستخدمه كبلاستيك ماتيريال. طب ايه البوليمر اللي بيتصنع من البلاستيك؟ ممكن يتصنع من البوليستيرين، ممكن يتصنع من البولي فينايل كلورايد، ممكن اصلا اصنعه من البولي ميثايل ميثاكريليت. طيب فرضا انا وانا بصنع البوليمر في المصانع رحت مدخل معاه عنصر السلفر، عنصر الكبريت، ساعتها بقول على البوليمر ده ان حصل له فالكانيزيشن. فالكانيز يعني ايه؟ فالكانيز او فالكانيزيشن معناها دخلت في اثناء تصنيع البوليمر عنصر السلفر. طب وده استفدت بايه؟ انه خلى البوليمر في الاخر لما صنعته عنده جود سترينث، يعني عنده صلابه كويسه جدا، صلب جدا، لكن في نفس الوقت عنده مرونه. يعني عارفه زي ايه مثلا؟ زي المواد اللي فيها
عارفه مثلا حتى الاستيكه اللي احنا بنستعملها في بيوتنا، الادوات مثلا زي المسطره اللينه اللي هي ما زالت صلبه لكن الى حد ما هي لينه، بعض انواع المطاط اللي ممكن يحصل له مش الونجيشن يعني مش بيتمط لكن هو مرن ممكن اتنيه كده، فده بستخدمه او بسميه الاستومرز. الالاستومر هو نوع من انواع الربر اللي اثناء التصنيع بتاعه دخل له عنصر السلفر، فبالتالي اصبح الربر حصلت عليه هو سترينث، عنده جود سترينث يعني هو زال فيه صلابه وقوه، لكن عنده الاستيك بروبرتيز مرن شويه، فخلتني الى حد ما احصل له ايه استخدمه كالاستومر. طيب زي ايه؟ قال لك زي الناتشرال رابر المطاط الطبيعي، او حتى السينثيك رابر اللي انا حضرته في المعمل، او السيليكون رابر. المهم ان اي نوع من انواع الرابر ده سواء الناتشرال او السينثيك او السيليكون دي كلها انواع رابر بسميها في الصناعه او في تطبيقات الاستومرز. ليه؟ لان هي عندها جود سترينث في نفس الوقت ممكن يبقى عندها الاستيسيتي او يحصل لها الونجيشن بسيط جدا. طيب فرضا بقى الرابر ده كان قوي جدا ومرن جدا لدرجه ان انا ممكن امطه كده فيتمط معايا والطول بتاعه يزيد بشكل ملحوظ جدا، لدرجه ان قال لك انا ممكن بعض انواع البلاستيك لما بيعمل لها الونجيشن الطول بتاعي بيبقى 100 مره قد القطر. زي ايه؟ زي النايلون. زي النايلون، النايلون ده احد انواع طبعا ده بيستخدم في بيتنا على طول كلها، واحد انواع الربر اللي بيحصل له الونجيشن يعني ممكن امطه معايا يتمط طوله يزيد والطول بتاعه لما الاحظ بالنسبه لقطره الاقيه تقريبا 100 مره قد القطر بتاعه. يبقى اذا النايلون احد انواع البوليمر تمام اللي فيه الصفات ان هو بيحصل له الونجيشن. طبعا ده بسميه ايه؟ احنا قلنا نسيت اسمه ايه في الصناعه، اسمه الفايبر. يبقى انا بقى عندي كام نوع لغايه دلوقتي تبع اليوز بتاعه البوليمر، انا ممكن اصنفه يبقى اول حاجه قلنا البلاستيك والصفات بتاعته ايه، بعد كده الاستومر والصفات بتاعته ايه، بعد كده الفايبر والصفات بتاعته ايه، اخر حاجه في النوع ده حاجه اسمها بقى ايه الليكويد ريزن. يعني ايه ليكويد ريزن؟ عارفين في بيتنا في تبقى انابيب صغيره كده بتبقى عباره عن مواد لاصقه، يعني انا بجيب مثلا عايزه الزق حاجتين ببعض كده فبتبقى انبوبه وفيها بضغط عليها فبينزل منها سائل، والسائل ده بستخدمه في كادهيسيف ماتيريال كماده لاصقه. احيانا انا عندي مثلا عارفين الاحواض بتاعتنا فبعايزين نحط كده حواليها ماده، والماده دي عشان تمنع تسريب الميه حتى ماده بيضاء لكن هي ما زالت تعتبر كانها سائله لان بضغط عليها بتنزل الماده في شكل ليكويد وبيجمد بسرعه. المواد دي كلها اصلا عباره عن رابر، لكن الصفات اللي فيه ان هي عباره عن ادهيسيف او سيلانت. السيلانت هي المواد تمنع التسرب ولكن هي ما زالت في شكل مش صلبه خالص، المره دي في شكل ليكويد، فبسميها ليكويد ريزن او اسمها الراتنجات يعني الراتنجات السائله بالعربي يعني كترجمه ليها، لكن هو عباره عن ليكويد ريزن. يبقى اذا انا عندي دلوقتي خدنا اربع طرق ممكن اصنف بيهم البوليمر على حسب الاستراكشر بتاعي، بس اصنفه اورجانيك وان اورجانيك على حسب اليوز بتاعتي، فبصنفه اربع اشكال او اربع اسماء، يا اما بلاستيك يا اما الاستومر يا اما فايبر يا اما ليكويد ريزن، وكل واحد منهم ليه صفات معينه تمام، يا اما اسميه ناتشرال وسينثيتك على حسب هو جاي من فين او من المصدر بتاعه ايه، او اسميه ثيرمو بلاستيك وثيرمو سيتك على حسب استجابته لدرجه الحراره هل اقدر اعمل له ريشيبد ولا لا. طيب النقطه اللي بعدها في المحاضره الاولى بتاعتنا هنتكلم عن الكوندنسيشن اند اذر ستيب تايب بوليمرايزيشن. كوندنسيشن يعني ايه؟ طبعا الكوندنسيشن كلفظ كده او كمصطلح سمعتوا عنه من الكيمياء العضويه. كوندنسيشن معناه ان انا في اتنين مولكيول بيتفاعلوا تمام وبيخرج منهم ناتج التفاعل، بيبقى الاساس بتاعي هو عباره عن ووتر مولكيول او ساعات اي مولكيول تاني صغير غير المايه زي ما هنشوف دلوقتي في المعادلات بتاعتنا. طيب انا ممكن اعمل كلاسيفيكيشن للبوليمر برضو على حسب هو اتحضر ازاي، هل هو اتحضر بالكوندنسيشن رياكشن ولا اتحضر بالاديشن ولا برينج اوبنينج. طب يعني ايه كوندنسيشن؟ زي ما احنا قلنا عباره عن مونومر مولكيولز بتتفاعل مع بعضها وبيخرج نتيجه تفاعلهم مولكيول زي الميه. الاديشن بوليمر، اديشن بوليمر معناه ان عندي اوليفين يعني معناه ان انا عندي مونومر فيها دبل بوند او كاردينال كومباوند، بس بتحصل ان الدبل بوند بتتفتح ويبقى في عندي الكترون على كل نهايه وبتدي يكون الرابطه وهكذا. المونومر البوليمر حجمه بيزيد. رينج اوبننج معناها كان عندي اصلا المونومر بتاعه عباره عن رينج
الرنج دي بتكسرها بتتكسر نتيجه اضافه مولكيول عليها تتفتح وبيتكون بتحضر لي في الاخر تشين مفتوحه من البوليمر. تمام. طيب ممكن برضو اعمل كلاسيفيكيشن للبوليمر على حسب بقى الميكانيزم بتاعي انا حضرته ازاي. يعني ايه؟ يا ترى انا حضرته بالستيب رياكشن ولا حضرته بالتشين رياكشن؟ يعني ايه ستيب ويعني ايه تشين؟ ستيب معناها ان التفاعل بتاعي اللي بحضر منه البوليمر عباره عن خطوه ورا الثانيه ورا الثالثه، خطوات متتاليه، خطوات متتاليه، عشان كده سموها ستيب. طب يعني ايه خطوات متتاليه؟ يعني مثلا تخيل انك جبت مونيمر معضل اللي هو مثلا ايثيلين، الايثيلين مونيمر ده حطيته كده في وسط تفاعل في مثلا سوليوشن دوبتر سوليوشن. بيحصل بقى التفاعل ازاي؟ ان يجي مثلا اتنين مونيمر من الايثيلين يتفاعلوا فيديكي دايمر، دايمر وبعدين دايمر يتحد مع مونيمر كمان في خطوه لوحدهم فيتكون ترايمر، وبعدين يضيف الخطوه اللي بعدها كمان واحد فيتكون تترامر، وبعدين ممكن مش عارفه ايه، ويفضل بقى ماشي خطوه 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 خطوه. طب انا بالمنطق كده هل البوليمر هنا بيتكون بسرعه ولا بيتكون البوليمر اللي انا عايز احضره الميكرويف بتاعه كبير هيتكون بسرعه يا ترى ولا هيتكون وياخد وقت طويل؟ بالمنطق كده بالوصف بتاعنا ده لا ده هياخد وقت طويل. يبقى اذا البوليمر في المرحله او في نوع الميكانيزم ده بياخد وقت طويل جدا عشان يتحضر، وبعدين الميكرويف بتاعه قاعد بيزيد تدريجيا طول وقت التفاعل. كل كوندنسيشن رياكشن او كوندنسيشن بوليمرايزيشن اللي هي عباره عن الاثنين مونومر بيتحدوا وبياخد منهم جزء ميه بتتكون تبع الميكانيزم اللي هو الستيب رياكشن. طيب ايه الميكانيزم الثاني؟ حاجه اسمها تشين بوليمرايزيشن. يعني ايه تشين بوليمرايزيشن؟ طبعا هناخد الكلام ده كله بالتفصيل بعدين. معناها ان انا بحط المونومر مع بعضها دي بسولفنت بسرعه بتتكون سلسله طويله من البوليمر خلاص، وبعدين كل مونومر بقى بيجي يضاف نفسه على النهايه على التو اند بتاعت البوليمر. طب لما اجي كده اشوف في اي مرحله من مراحل التفاعل هلاقي ايه؟ هلاقي ان عندي بوليمر مولكيولر ويت بتاعه كبير وعندي مونومر، لكن في حاله الستيب رياكشن مش هلاقي خالص مونومر لان كلهم في البدايات خالص اتحدوا مع بعض وكونوا على الاقل دايمر. طب احنا هنشوف الكلام ده كله في المقارنه اللي هنتكلم عنها دلوقتي. تعالوا قبل ما نشوف المقارنه نشوف كده عندنا طبعا انا معلمه لكم احنا مش هنحفظ الامثله دي كلها، بس هنحفظ الامثله انا عطاكم عليها علامه، ده اسم البوليمر في الاخر ودي شكل الريبيتنج يونت بتاعته. يعني انا لو عندي بولي استر بتبقى الريبيتنج يونت بتاعته شكلها الاستراكشر بتاعها كده. طبعا الاستر بتتميز عن عندي دبل بوند او او المجموعه دي هي الريبيتنج يونت اللي جايه من تفاعل اسيد كربوكسيليك اسيد مع الكحول، فبتبقى دي الريبيتنج يونت القاعده متكرره في كل البوليمر. طب لو عندي بولي كربونات بتبقى دي الريبيتنج يونت بتاعتها. تمام. طب لو عندي بولي انهيدرايد بتبقى دي ريبيتنج يونت. يبقى انا بس وظيفتي ان احفظ اسم البوليمر والاستراكشر بتاع الريبيتنج يونت بتاعته. طب احنا خدنا بعض الامثله منها، نفس الكلام برده في الجدول ده عندنا البولي سلفونز او البولي ايترز بيبقى دي الريبيتنج يونت بتاعتها. انا اخترت لكم الابسط هم دول بس اللي نبقى عارفين بس الاستراكشر بتاع الريبيتنج يونت. طيب تعالوا بقى نرجع تاني للجزء اللي كنا بنتكلم فيه عن الستيب والتشين بوليمرايزيشن. ولو انا قلت انا عايز اعمل كومباريزون ما بينهم، عايز اعمل مقارنه ما بين اهم النقاط الرئيسيه اللي بتفرق ما بين الستيب وما بين التشين بوليمرايزيشن، يبقى انا عندي دلوقتي البوليمر ممكن احضره بتو ديفرنت ميكانيزم، واحد اسمه ستيب وواحد اسمه تشين. اتكلمنا عنهم كده باختصار. لو انا عايز اعمل مقارنه رئيسيه فانا عندي ثلاث نقاط رئيسيه اقارن بين الاثنين. اول نقطه هي في الستيب بوليمرايزيشن انا قلت ان اي اثنين مونومر يلاقوا بعض على طول يتحدوا مع بعض يكونوا على الاقل دايمر. تمام؟ يكونوا دايمر، وبعدين الدايمر تقدر تتفاعل بعد كده مع دايمر تاني وتكمل تكون تترامر وترايمر وهكذا. طيب في التشين بوليمرايزيشن ايه اللي بيحصل؟ بتحصل ان التشين جروث بسرعه بتحصل. يعني ايه؟ يعني مجرد ان الاقي مجموعه مونومر ايه فجاه اتحدت مع بعضها في نفس الوقت وكونت تشين، وبعدين بدات المونومر تضيف نفسها تدريجيا على التو اند بتاعه البوليمر. طيب نتيجه بقى اللي احنا الوصف اللي احنا لسه قايلينه بيحصل ايه؟ بيحصل انه لو جيت في حاله الستيب ميكانيزم او الستيب رياكشن او الستيب بوليمرايزيشن
وجيت كده في مرحله في البدايه كده بعد شويه من بدايه التفاعل اشوف يا ترى ايه الاستراكشر بتاعه الرياكتنت اللي موجوده، هل هلاقي مونومر؟ لا مش هلاقي مونومر. ليه؟ لان كل المونومر تحت مع بعضها على الاقل الاصبع عندي دايره، مش هلاقي مونومر خالص. يبقى هلاقي عندي ايه؟ مفيش مونومر. يبقى اذا الستيب رياكشن بيتميز بالديس ابييرنس، اختفاء المونومر في الايرلي ستيج ان بوليمرايزيشن، في المراحل الاولى من البوليمرايزيشن مش هلاقي عندي مونومر خالص. امال هلاقي عندي ايه؟ هلاقي عندي حاجه اسمها برود مولكولار ديستريبيوشن. يعني ايه برود مولكولار ديستريبيوشن؟ يعني ايه الجمله دي؟ شايفينها في السطر ده، برود مولكولار ويت ديستريبيوشن، توزيع للوزن الجزيئي، بس توزيع كبير. اقل حاجه في المولكولار ويت في الرياكتنت هلاقيه مثلا هو الدايمر. دايمر يعني ايه؟ يعني انا لو عندي مثلا مونومر الوزن الجزيئي بتاعه 12، فلما اتحد ال 12 مع ال 12 مثلا يكون دايمر مثلا 24 مثلا يعني. خلاص؟ يبقى هلاقي المولكولار ويت بيبدا من ال 24 يوصل لغايه المولكولار ويت العالي بتاع البوليمر اللي هو مثلا 500 1000 مولكولار ويت وهكذا. فهلاقي عندي 24 وهلاقي عندي 48 وهلاقي مش عارف 36 وهلاقي كذا 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 لغايه تدريج لغايه لما اوصل للمولكولار ويت بتاع البوليمر اللي انا عايز احطه. فبسموه التوزيع الكبير ده بسميه ايه؟ برود واسع، يشمل من الاقل خالص لغايه اعلى، بس مفيش مونومر. طيب في حاله بقى التشين بوليمرايزيشن ايه اللي بيميزها؟ اللي هيميزها ان هلاقي عندي مازال في مونومر، لان انا قلت ان في مجموعه كبيره من المونومر بتتاحب بتكون تشين، وبعد كده بيبتدي بقى المونومر التفاعل يبقى بطيء، كل شويه مونومر عند التو اند بتاعت البوليمر بيتحدوا مع بعض ويكون البوليمر. يبقى اذا لما اجي كده في اي مرحله اشوف موجود عندي ايه؟ هلاقي عندي هاي مولكولار ويت او هاي بوليمر، وهلاقي عندي برده موجود مونومر. طب نيجي بقى للفرق الثالث في الستيب رياكشن، المولكولار ويت بتاع البوليمر قاعد بيزيد تدريجيا، كل خطوه المولكولار ويت قاعد يزيد، كل خطوه قاعد يزيد، تمام؟ لغايه ما اوصل عند نهايه التفاعل خالص الاقي بقى حصلت على المولكولار ويت بتاع البوليمر كله عندي بوليمر. في حاله التشين هلاقي المولكولار ويت قاعد بيزيد بسرعه جدا. يبقى اذا هنا في السب المولكولار ويت بتاعي بيزيد تدريجيا ببطء، لكن هنا بيزيد بسرعه. يبقى دي الثلاث فروق الرئيسيه اللي بيفصلوا او بيفرقوا ما بين السب وبين التشين بوليمرايزيشن. اتمنى ان الكل يحاول يعملها كده في تيبل كاول مقارنه ونفسرها مع بعض تاني. وبرده اللي مش عارف يسال، اهم حاجه ان انا اكون فاهمين مش حافظين يعني ايه ستيب ويعني ايه تشين، وايه اللي يخليني اميز اقول ده ستيب ولا ده تشين. احنا ممكن ما اجيب لك مثلا تفاعل بوليمرايزيشن ما اقولكيش خالص هو اسمه ايه، لكن انا اطلب منك تقولي لي نوعه ايه، بس اديكي شويه تخوص منه. يعني اقولك مثلا انا عندك نوع من انواع البوليمرايزيشن رياكشن اللي بيميزه ان انا عندي مونيمر موجود في اي وقت من اوقات التفاعل، يبقى ترى ده نوعه ايه؟ من الوصف بتاعه ده تشين، لان انا عارفه ان الستيب بيميزه ان كل مونيمر اختفى، تمام؟ وهكذا. يبقى اذا انا لازم اكون فاهمه الموضوع مش حافظه. طيب تعالوا نشوف انواع كوندنسيشن رياكشن. دي اول حاجه هناخدها كوندنسيشن رياكشن. احنا قلنا عندنا كوندنسيشن وعندنا اديشن وعندنا ريج اوبننج. نتكلم الاول على كوندنسيشن رياكشن. طبعا الكوندنسيشن زي ما احنا قلنا عباره عن تو مونومر بيتفاعلوا مع بعض وبيخرج منهم نتيجه التفاعل بتاعهم تكوين الدايمر جزيء صغير، ممكن يبقى جزيء ده عباره عن ووتر مولكيول، تمام؟ طيب ممكن الكوندنسيشن رياكشن ده بتشمل تفاعل بين انواع مختلفه جدا من المونومر. يعني مثلا تعالوا ناخد المثال الاولاني رقم واحد ده عباره عن كربوكسيليك اسيد وعباره عن الكحول، هيتفاعلوا مع بعض. تعالى نشوف ايه اللي هيخرج من هنا. هتخرج الاو اتش من هنا مع الاتش بتاعت الالكحول، يبقى هتخرج الاو اتش بتاعت الكربوكسيليك دي، شايفين اللي بعلم عليها دي، مع الاتش من الالكحول، ادي خارج جزيء الميه اهو. وبعدين هتتكون رابطه ما بين السي دبل بوند او دي، الرابطه اهي هتربط مع الاو بتاعت الالكحول، فتتكون ادي الريبيتنج يونت اللي اتكون. ايه اللي بخرجه بره القوس؟ هي الحاجات اللي هتتشال تاني من ناحيتين عشان يكون الايه؟ الترايمر والدايمر، ويبتدي بوليمر حجمه بيزيد كل خطوه. يبقى انا خرجت الاتش اللي بيفقدها الالكحول، خرجت الاو اتش اللي بيفقدها الكربوكسيليك بره القوس بتاعي، واصبحت الحته اللي في النص دي هي الريبيتنج يونت. طيب
فرضا ان المره دي عندي كربوكسيليك اسيد بيتفاعل بس مش مع الكحول، بيتفاعل مع امين. امين يعني في مجموعه ان اتش 2، مين هيخرج برضو من الكربوكسيليك اسيد؟ مجموعه الاو اتش. هتخرج مع ايه من الامين؟ هتخرج مع اتش واحده من الامين. طب تعالوا كده نرسم الاستراكشر، ادي خرج جزء الميه اهو. طب تعالوا نرسم الاستراكشر كده اللي اتكون ونشوف الريبيتنج يونت هتبقى ازاي. نيجي من الناحيه دي كده، انا عندي ان اتش 2 زي ما هي، بس هخرج اتش بره عشان اتش دي هتخرج وترتبط مع او اتش، او تخرج مع او اتش بتاع الكربوكسيليك اسيد تاني ويكون البوليمر حجمه بيزيد. تمام. طب ادي الان اتش اهي، وبعدين الار اهي، وبعدين ادي ان اتش اللي هي هنا اهو، خرج منها اتش مع او اتش هنا كونت الميه، وبعدين سي دوت بوند او، وبعدين ادي الار داش سي دوت بوند او، وبعد كده الاو اتش خرجها دي. طب مين الريبيتنج يونت؟ هخرج بره الاقواس زي ما احنا اتفقنا الفانكشنال جروب او المجموعه اللي بتخرج بيحصل لها اليمينيشن عشان تتخرج للميه، بيخرج او اتش من عند الاسيد، بتخرج اتش من عند الامين. اذا دول اللي هخرجهم بره القوس، وتبقى دي الريبيتنج يونت بتاعه البوليمر. طيب تعالى نشوف كده مثال تاني. ايه اللي ممكن يحصل؟ ان انا ممكن يبقى عندي نفس البوليمر هو اللي فيه تو فانكشن جروب. يعني ايه تو فانكشن جروب؟ يعني بدل ما يبقى فاعل مونومر فيه كربوكسيليك بس مع مونومر فيه الكحول بس او اتش، يعني لا ده هو نفس المونومر طرف ناحيه فيها او اتش والناحيه الثانيه فيها كربوكسيليك بتتفاعل مع بعضها، نفس الفكره خلاص، بس المره دي تبقى عندي هنا ار واحده. يعني لو تخيل كده انا رسمت المركب ده مرتين مع بعض، الناحيه اللي فيها الاو اتش هتخرج مع الناحيه المونومر زيه ثاني، هتخرج مع الاتش بتاعت المونومر زي الثاني، فيتبقى لي ايه في النص؟ هيتبقى لي اهو ادي الاتش وادي الاو ار سي دبل بوند او خلاص، وبعدين بخرج الطرف ده. يبقى اذا الريبيتنج يونت تبقى الحته اللي في النص دي، الريبيتنج يونت اللي هي الاو ار سي دبل بوند او، دي الريبيتنج يونت. نفس الكلام بدل ما فاعل الكربوكسيليك اسيد مع مونيمر تاني في مجموعه امين، لا هو نفس الكربوكسيليك اسيد في الطرف التاني في ان اتش 2، فتبقى نفس ايه الريبيتنج يونت. طيب ممكن ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجه اسمها ترانس استرفيكيشن. يعني ايه ترانس استرفيكيشن؟ انا بفاعل بقى استر مع الكحول، مش كربوكسيليك مع الكحول عشان اكون استر، لا ده انا بقى عندي اصلا استر وهفعله مع الكحول. فالمره دي بدل ما تخرج جزيء ميه، شايفين ان خرج جزيء الكحول مختلف. طب تعالى نشوف كده بتتكون ازاي. انا عندي اهو ار او اتش، بدل ما كانت او اتش من هنا بقت او ار داش، هتخرج مع الاتش بتاعه الكحول نفس الكلام، وتتكون الريبيتنج يونت بالمنظر ده. طيب ده بسميه ترانس استرفيكيشن رياكشن او ترانس استرفيكيشن بوليمرايزيشن. لو انا جيت بقى فعلت اسيد كلورايد، يبقى انا قاعده بغير، انا مش كله كربوكسيليك اسيد، لا انا فعلت المره دي اسيد كلورايد، يعني بقت فيه سي دبل بوند او، وبدل ما كان عندي او اتش بقت عندي سي ال، ده الاسيد كلورايد. فعلته مع داي امين، تمام. يا ترى المره دي ايه اللي هيخرج؟ هيخرج السي ال برده من هنا مع اتش من الامين، فيتخرج لي المره دي مولكيول من الاتش سي ال. يبقى اذا على حسب الاستراكشر بتاعه المونيمر الاليمينيتد مولكيول بيختلف، مره خرج لي ووتر مولكيول، مره خرج لي جزيء الكحول، المره دي هيخرج لي جزيء اتش سي ال. الريبيتنج يونت هنرسمها بنفس الشكل اللي احنا متعودين عليه، اتش وبعدين افتح قوس ان اتش ار ان اتش سي دبل بوند او، واكمل المولكيول واقفل القوس قبل الحته اللي تخرج من الايه من الكربوكسيليك اسيد اللي هي اس سي ال، وتبقى دي الاستراكشر بتاع الريبيتنج يونت. طيب تعالى بقى نشوف المركب الاخير ده اللي بيحصل فيه. المره دي انا عندي حاجه اسمها سايكلايزيشن تايب كوندنسيشن، يعني نتيجه الاثنين مونومر بيتفاعلوا مع بعض بيتكون سايكل في الاخر. رينج بتتكون ازاي؟ نبص كده على الاستراكشر ده، انا عندي كربوكسيليك اسيد عادي، داي كربوكسيليك اسيد، وعندي امين عادي، بس الامين المره دي بمنظر ده. تمام. نبص كده على المجموعه دي، عندي ان اتش 2 هنا وعندي ان اتش 2 هنا، هيحصل ايه؟ هتخرج مره اتش تمام مع الاو اتش بتاعت الكربوكسيليك، زي ما احنا متعودين ان الكربوكسيليك اسيد بتخرج منه مجموعه الاو اتش، هتخرج مع اتش من الامين فتتكون ان اتش سي، مع الاو اتش دي كلها خرجت سي اهو. طب وبعدين نشوف بقى ان الطرف الثاني سي دبل بوند او، بتلاقي قريب منها قوي مجموعه الان اتش 2. انا عارفه ان لما بفاعل
اي مركب كربونايل جروب مع ان اتش 2 بيحصل حاجه اسمها كوندنسيشن، بيحصل بيتكون حاجه اسمها شيب بيز، يعني بدل ما كانت سي دبل بوند او بتكون سي دبل بوند ان، فتروح متكون الحلقه دي تمام. وبقيه المولكيول نفسه بتاع الكربوكسيليك اسيد موجود زي ما هو عشان هو لسه هيكمل تفاعل تاني بنفس الطريقه. يبقى اذا الحلقه دي اتكونت ازاي؟ ان اتش انا عندي 2 ان اتش 2 واحده منهم اتش منها خرجت مع اتش تمام وكونت رابطه بقت ان اتش سي اهو. بعدين بقى في الدبل بوند او هنا قريبه من ان اتش 2 مش هيسكتوا بقى المره دي. الدبل بوند او دي المره دي مع ال NH2 هيحصل تكوين الشيب بيز اللي هي تكوين الازوميسين جروب اللي هي سي دبل بوند ان اسمها ازوميسين جروب. نفس الحكايه هيعملها الطرف الثاني بالظبط مع جزيء ثاني من الدايكربوكسيليك اسيد، واحده تبقى NH والثانيه تبقى سي دبل بوند ان، وتبقى دي الاستراكشر بتاع البوليمر بتاعي او ده الاستراكشر بتاع الريبيتنج يونت البوليمر. تعال نشوف الميكانيزم بتاع الكوندنسيشن بوليمرايزيشن اللي احنا قلناها دي. كل المعدات دي كلها بتبقى بيربطها طريقه واحده في التحضير. ايه هي؟ انا عندي معظم المونيمرز اللي احنا خدناها كان عباره عن كلها فيها كربوكسيليك اسيد او فيها استر او فيها اسيد كلورايد، المهم ان كلها فيها بتحتوي على كربونايل جروب تمام. وكان معاها داخل المكيول الثاني اللي هو مثلا الكحول او اللي هو عباره عن داي امين، المهم بتخرج منه الاتش بسهوله، فبيتبقى لي الجزيء الثاني عليه نيجاتيف تشارج. انا بسميها واي. هتعمل ايه الواي دي؟ هتيجي الواي دي تعمل اتاك على سي دبل بوند او، على الكربون بتاعت الكربونايل جروب. طب ولما تعمل اتاك عليها تكون معاها رابطه، شايفين المركب اللي كون ده؟ ده انترميديت، والاستراكشر بتاعي عباره عن كربون حواليها اربع روابط، فبسميها تترا كوردينيت انترميديت او ترانزيشن ستيت. تترا كوردينيت لان عباره عن اربع روابط حوالين الكربون، دي حاجه مؤقته تمام. المهم لما الرابطه دي اللي حصل اتاك على الكربونايل جروب ايه اللي حصل؟ راحت البوند دي مفتوحه فكونت نيجاتيف تشارج على الاكسجين اهو. يبقى دي حاله مؤقته انترميديت او ترانزيشن ستيت، هي مجرد بتتكون على طول تاني هتتفاعل وتديني البوليمر اللي في الاخر. رجعت الدبل النيجاتيف تشارج رجعت تاني عشان تكون دبل بوند، راحت خارجه الاكس. يبقى دي الخطوه او الميكانيزم الرئيسي اللي بيبقى موجود في كل الرياكشنز اللي احنا لسه بنتكلم او كل الامثله اللي احنا لسه متكلمين عنها قبل كده. بتبقى دي الخطوه الرئيسيه اللي بتحصل، اتاك لي الواي نيجاتيف على الكربونايل جروب، وبعدين خروج الاكس اللي هي بالنسبه لي انا بتاعت الاو اتش بتدخل اللي بتخرج اليمين الكربوكسيليك، او مثلا السي ال اللي بتخرج من اسيد كلورايد. الخطوه دي اسمها ايه او الميكانيزم اسمه ايه؟ اسمه اديشن اليمينيشن رياكشن. اديشن اليمينيشن ليه؟ لان هو بيحصل اديشن للواي الاول وبعدين بيحصل اليمينيشن للفانكشن جروب الموجوده جنب الكربونايل جروب. الترانزيشن ستيت دي اسمها ايه؟ اسمها تترا كوردينيت ترانزيشن ستيت. بيقولوا ان هي قويه جدا لدرجه ان احنا ممكن في بعض الاحيان باستخدام تكنيكس معينه ان هم يحصلوا عليها كمركب انتقالي، يعني يبقى ستيبل الى حد ما. طيب تمام. طبعا ده شرح اللي احنا لسه قايلينه على المعدل اللي فاتت. لو انا قلت لك انا عايز احضر البوليمر لكن عايز احضره بحيث يبقى الملوكتر ويت بتاعه كبير جدا، يا ترى ايه الشروط اللي لازم اوفرها في البوليمرايزيشن رياكشن بتاعي عشان احصل على مولكيولر ويت عالي جدا للبوليمر؟ اول شرط لازم المونيمر تكون بيور، يعني ما ينفعش احط مونيمر تكون فيها امبيورتيز واقول انا هحصل على مولكيولر ويت عالي، لان البيورتيز دي ممكن تاثر وتكسر التشين نفسها، فلازم تكون المونيمر بتاعتي تكون بيور. الحاجه الثانيه لازم يكون فيها فانكشن جروب. ايه الفانكشن جروب؟ يعني مثلا في كربوكسيليك مع ان اتش 2، في كربوكسيليك مع او اتش، في اسيد كلورايد مع كده، يعني في الفانكشن جروب اللي تساعدني ان يحصل الكوندنسيشن او يحصل التفاعلات اللي احنا لسه متكلمين عنها ويكون البوليمر. الحاجه الثالثه ان حتى الفانكشن جروب الموجوده دي لازم تكون موجوده باكوي مولر ريشيو. يعني ايه اكوي مولر ريشيو؟ يعني نسبه 1:1. يبقى وانا بحضر كده انا بقول انا بحضر اكوي مولر ريشيو 1:1، لازم يكون تركيزهم الاثنين قد بعض تمام. يبقى دي الثلاث شروط اللي لازم توفر عشان احصل على بوليمر يكون المخرج بتاعته عالي جدا، يكون المونومر بيور، تكون فيه فانكشن جروب،
والفانكشن دي كمان لازم تكون موجوده بايكو مولر ريشيو. طيب اي شرط من الثلاثه اللي احنا قلناهم دول مش متوفر يبقى اذا انا مش هحصل على مولكيولر ويت عالي للبوليمر. هل لازم الشروط دي يعني امشي عليها بالظبط قوي؟ قال لك يعني ممكن يبقى في حيود شويه عنها او في يعني حاجه اسمها بيسموها اوبشن يعني شويه زي ايه؟ ان ممكن تبقى ريش مش واحد لواحد قوي بالظبط للملي يعني ممكن تبقى تقترب من الواحد لواحد تمام؟ يبقى ده اول حاجه ممكن احيد عنها شويه. الحاجه الثانيه انه ان انا مش شرط استخدم تو مونومر مختلفين ده انا ممكن نفس المونومر زي ما شفت مثال قبل كده يبقى هو فيه تو فانكشن جروب يعني نفس المونومر فيه كربوكسيليك وهو فوق برضه فيه الاو اتش زي ما احنا لسه قايلين قبل كده او فيه كربوكسيليك والان اتش 2 من الطرف الثاني تمام. يبقى دي الاوبشنز اللي ممكن او الاختيارات او اللي ممكن احيد عنها شويه عن الثلاث شروط الرئيسيه الاساسيه اللي لازم تبقى متوفره عشان اكون بوليمر يكون الوزن الجزيئي بتاعه كبير. في حاجه بقى عندنا اسمها كرامبلنج رياكشن كومبنسيشن. ايه المقصود بيها؟ المقصود بيها ببساطه تفترض ان انا جبت عندي تو بوليمرز تمام، البوليمر خاص حضرت كومبنسيشن بوليمر او كومبنسيشن رياكشن والبوليمر دول فيهم اكتيف جروب في التو اند بتاعتهم يعني فيهم برده ما زال في عندي فانكشن جروب كربوكسيليك اسيد في عندي بوند او هنا في عندي ان اتش المهم في تو فانكشن جروب موجوده في البوليمر وخدت البوليمر دول رحت خلطتهم مع بعض ميكسد توجذر وبعدين عرضتهم لدرجات حراره مرتفعه او سخنته. اللي بيحصل تشينج في الاستراكشر بتاع البوليمر يبقى بيحصل لهم ايه؟ مولكولر ويت تشينج. مولكولر ويت تشينج تغيرات. طب ازاي تغيرات؟ تعالوا نشوف كده اهو شايفين ادي المونومر الاولاني البوليمر الاولاني دي سلسله طويله بقى خلاص وانا عندي فانكشن جروب سي دبل بوند او ومن الطرفين في عندي اتفاعل مع بوليمر تاني طبعا ارتش ممكن تكون سلسله طويله جدا دي بوليمر وفي اخر البوليمر ده في عندي فانكشن جروب اللي هي سي دبل بوند او. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انه يحصل التغير فيهم يعني كان شايفين كده كان بالظبط كسره الروابط دي كده اهو بيحصل اتاك من الكربوكسيليك اسيد الفانكشن جروب بتاعت الكربوكسيليك اسيد تعمل اتاك على الامايد لينك اللي هي الرابطه دي فتكسرها فتتكون المركب الرابطه ما بين الكربونايل جروب وما بين الان دي تمام ويرجع يتكون الكربوكسيليك اسيد بس المره دي مع ار يعني كان بالظبط المركبين دول كانوا متقسموا كده بالطول فاصبح ادي عندي الامايد بوليمر اللي اتكون بس بعد ما كان في 2 ار متماثلين لا بقت ار وارتاش وبقى عندي كربوكسيليك اسيد الثاني بدل ما كان في ارتاش بس بقى فيه ار. فايه اللي بيحصل؟ تغير في الوزن الجزيئي للبوليمرز البوليمرز اللي كانت موجوده لان وارد جدا تكون الارتاش دي مختلفه طبعا عن الار فبالتالي الوزن الجزيئي المركب ده الامايد جروب كله على بعضه مختلف عن الوزن الجزيئي للامايد اللي انا بادئه بيه من البدايه. يبقى ده اسمه سكرامبلنج رياكشن. يبقى سكرامبلنج رياكشن معناها ايه؟ معناها انا عندي التو بوليمرز خلطتهم مع بعض عرضتهم لدرجات حراره مرتفعه حصل لهم تغير موديفيكيشن في ايه في المولكولر ويت ازاي ان جه كربونايل جروب بتاعه كربوكسيليك اسيد عملت اتاك على الامايد بوند فحصل ان في الاخر حصلت على تو بوليمرز مختلفين خالص عن اللي بدات بيهم المولكولر ويت بتاعهم مختلف عن المولكولر ويت اللي انا بدات بيه. ممكن في الاخر عدد البوليمرز كوحدات موجود هو هو لكن في الاخر ان المولكولر ويت بتاعه البوليمرز نفسها مختلفه. يبقى ده المقصود بيه سكرامبلنج رياكشن. دلوقتي لو انا عايز اتكلم بقى عن الكاينيتيك كوندنسيشن بوليمرايزيشن احنا قلنا ان الكوندنسيشن بوليمرايزيشن بيتم بستبس خطوات انه بيجي مع بعض مونيمرز مثلا في اول خطوه يتحدوا ويكونوا دايمر عشان كده بنقول انه في بدايه التفاعل لو انا جيت اشوف ايه الرياكتانس الموجوده مش هلاقي مونيمر كلهم اتفاعلوا وعلى الاقل بقى عندي دايمر ووتر مولكيول بعد كده الدايمر بقى يتحد مع مونيمر تاني او دايمر مع دايمر او ترايمر مع مونيمر وهكذا. المهم لو جيت بعد فتره صغيره جدا بدايه التفاعل ممكن ما الاقيش خالص مونيمر موجوده عندي فقط هلاقي بدايه من الدايمر لغايه لما الاقي بقى المولكيولر ويت البوليمر اللي ايه البوليمر اللي حصلت عليه في الاخر اللي هو عنده هاي مولكيولر ويت تمام. يبقى دي الستبس
الرئيسيه بتاعه الكوندنسيشن بوليمرايزيشن اللي كل خطوه بتميز بخروج جزيء ميه. طبعا الخطوات دي كلها خطوات الريفرسبل، عشان ما خليهاش تبقى ريفرسبل ورجع تاني البوليمر اللي او الدايمر اللي اتكون يرجع يتكسر تاني لتو مونومرز، فانا يفضل ان كل شويه بيحصل اليمينيشن للووتر مولكيولز اللي اتكونت عشان اتاكد انه التفاعل رايح في اتجاه واحد فقط، هو تكوين الدايمر او الترايمر او التترمر وهكذا. الملاحظ في الكاينتيك بتاعة الكوندنسيشن بالمرايزيشن اللي احنا قلنا عبارة عن ستيبس طويلة جدا، كل خطوة منهم طبعا ليها ريت مختلف، معدل مختلف، لكن هم افترضوا ان للتبسيط فور سمبلستي افترضوا ان الريت بتاعت كل خطوة زي ما هي. تعالوا نشوف نرجع تاني كده، يعني انا عندي خطوات كده اهو، عشان يبسطوا الطريقة اللي استخرج بيها كاينتيك ايكويشن تعبر عن البوليمرايزيشن كوندنسيشن بوليمرايزيشن، هم افترضوا ان كل الخطوات دي كلها، على الرغم ان انا ابص هنا الاقي ان الملوكتر ويت بتاعي مختلف بتاع الرياكتنت، قالوا ان كل الخطوات دي المعدل بتاعها تقريبا ثابت زي ما هو، مش هيعتمد خالص على الوزن الجزيئي للرياكتنت. طب ازاي؟ عشان نفسر الحته دي وعشان تبقى مقنعه ازاي ان الريت اوف رياكشن لا يعتمد على الوزن الجزيئي ليه الستارتنج رياكتنت اللي هي سواء الدايمر او الترايمر او المونومر او الكلام ده كله ازاي؟ قالك انا هفسرها بطريقتين او بوجهتين نظر. ايه وجهه النظر الاولى؟ دلوقتي انا لو اتكلم عن الكوندنسيشن بوليمرايزيشن اللي هي مثلا تفاعل ما بين كربوكسيليك اسيد جروب وبين الكحول، كربوكسيليك والكحول، يا ترى هل الكربوكسيليك والالكحول دول مين فيهم الفانكشن الجروب الرئيسية اللي مسؤولة عن خروج جزيء المية وتكوين الرابطة الجديدة في الدايمر مولكيول او تكوين الرابط المطلوبة عشان اكون البوليمر؟ هل هي التفاعل بين التشين نفسها بين الار جروب، ولا التفاعل ده بخروج المية بيحصل نتيجة تفاعل الفانكشن جروب مع بعضها؟ اكيد الفانكشن جروب هي اللي بتتفاعل مع بعضها، يعني كربوكسيليك مع الـ OH الفانكشن جروب اللي بتتفاعل عشان تخرج جزيء المية وتتكون الرابطة الجديدة بين التو مونومرز ويبتدي يتكون البوليمر. تمام، فلو خدت انا بقى عندي كده، تخيل انا خدت التو مونومر اللي كل واحدة منهم عندها R والتانية عندها R داش، والR دي جنبها كربوكسيليك والR داش ده جنبها مثلا OH، ورحت حطهم الاتنين مع بعض في نفس السولفنت مية مثلا. انا عارفة ان حاجة في قاعدة اسمها like dissolve like. يعني ايه like dissolve like؟ يعني الفانكشن جروب دي اللي هي محبة للمية هيدروفيلك هي اللي بسهولة تتجه ناحية المية وتنتشر فيها وتدوب فيها بسهولة، في حين ان الار جروب اللي هي عبارة عن هيدروفيلك مش بتحب المية تبقى بعيدة عنها. فبمجرد ما احط المونيمر الاستراكشر بتاعهم كده اهو، هلاقي الفانكشن جروب دي هي اللي بسرعة بيحصلها ديفيوجن في المية بتنتشر فيها بسرعة. خلاص، يبقى اذا معدل التفاعل كله معتمد على الديفيوجن بتاعه الفانكشن جروب في داخل السولفنت مولكيول، يبقى اذا الريت بتاع الرياكشن بيعتمد على مين؟ بيعتمد على دول، ودول موجودين بنسبه ثابته او بتركيز ثابت، انا مش معتمد جنبي هو الار دي فيها كام كربون، ان شاء الله تكون الكربون اللي جنبها 20 كربون ولا 100 كربون، ما تهمنيش انا مين دول الفانكشن جروب دول، هو ده الريت بتاع البوليمرايزيشن بيعتمد على وجودهم وعلى انتشارهم وتغولهم داخل الميه، ودول انتشارهم وتغولهم داخل الميه بيبقى سريع نتيجه ان هم هيدروفيليك فانكشن جروب. طيب ادي اول وجهه نظر او التفسير. في تفسير تاني عباره عن نظريه حطوها اثنين علماء، عالم اسمه رابينويتش والتاني اسمه وود، حطوا نظريه اسمها ليكويد كيج ثيوري. يعني ايه ليكويد كيج ثيوري دي؟ كيج معناها بالعربي كده قفص، قفص. ليكويد كيج يعني قفص من الليكويد. مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها لما اخد المونيمرز بتاعتي اللي انا مستخدمها عشان احضر منها البوليمر، كل مونيمر منهم في فانكشن جروب اللي مثلا زي ما احنا قلنا واحد كربوكسيليك والثانيه او اتش، مجرد ما الاثنين اخلطهم في نفس السولفنت لو مثلا على سبيل المثال ميه، بيحصل ايه؟ بتحصل ان بتيجي جزيئات الميه تحيط بالفانكشن جروب دي اللي هي بتحبها، تحيط بيها فبتحط بيها من جميع الاتجاهات فبتكون ما يشبه القفص حواليك، محوطاها كده.
تمام. فتيجي جزيئات المونيمر اللي هي فيها الكربوكسيليك والجزيئات المونيمر اللي فيها او اتش هي عايزه تبعد، مثلا لو محاولتها انها تبعد عن جزيئات الميه، فبتيجي تصطدم مع بعضها وبتكون، بتبتدي بقى خلاص تتكسر الروابط وتخرج جزيء الميه وبعد كده يتكون البوليمر. تمام. طبعا كل ما هي كانها محبوسه داخل القفص كل ما الكوليشن بتاعها بيبقى كبير جدا. واحنا عارفين من الكاينيتيك انه اساس التفاعل عشان يحصل ان بيحصل كوليشن بتوين ذا كوليشن ثيوري، بيحصل كوليشن بتوين التو رياكتنت مولكيولز، فبتتكون تتكسر الروابط القديمه وتكون الروابط الجديده وتكون البوليمر. دي النظريه بتاعه الاثنين علماء اسمهم رابين ويتش وود، حطوا كده تبع نظريتهم عبروا بكلامهم ده عن معادله حركيه. ايه هي؟ انا هفترض ان ادي المونيمر الاولاني اللي رمزه اي كابيتال وادي المونيمر الثاني اللي رمزه بي كابيتال، الاثنين مجرد ما خلطتهم في الميه بتيجي السولفنت مولكيول تحطهم، فبتتكون كده ليكويد كيج انترميديت. فرحت رمزها برمز القوسين دول ان الاثنين مع بعض بقى محبوسين في وسط جزيئات الميه اللي بتحيط بيهم كل جهه. طيب محاوله الجزيئات المحبوسه في وسط الميه انها تخرج منها دي بيبقى الريت بتاعي كي ماينس 8. مين 8 ده اصلا؟ ايه دي رمز رقم المعادله؟ لكن انا ممكن ما احطش 8 خالص، ممكن احط كي 1 وكي ماينس 1. تمام. يبقى خلي بالنا من الحته دي، مش شرط احفظ كي ايه، انا عندي كي وعندي كي بالماينس لان دي ريفرسبل بتاعت، يبقى انا عندي الاتجاه ده اللي هو تكوين الانترميديت بتاعي اللي هو اللي عباره عن جزيئات المونيمر اللي محبوسه بين جزيئات السائل. العكس بتاعها ايه؟ محاوله جزيئات المونيمر دي انها تخرج من جزيئات الميه اللي بتحيطها كانها القفص دي بتحاول تبعد عنها، نتيجه محاولتها دي كلها بيحصل كوليجن ما بينهم وبالتالي بيبتدي يكون ايه؟ البوليمر الاخر. طيب الانترميديت بقى ادي جزيئات الانترميديت اللي هي عباره عن المونيمر اللي محبوسه بين جزيئات السائل، قاعدين بيحاولوا يخرجوا بيتصدموا مع بعض وبتتكون البوليمر بتاع النهائي. طب المعدل بتاع الخطوه دي ايه؟ انا بديها ريت كونستانت كي 9، 9 دي على حسب رقم المعادله، ممكن اديها كي 2. تمام؟ طيب نتيجه الخطوتين دول بيتكون حاجه اسمها بقى الدنيا ريت ايكويشن الموجوده قدامنا دي. دي حصلنا عليها ازاي؟ حصلنا عليها نتيجه ثيوري او طريقه اسمها السيتي ستيت. السيتي ستيت دي لو تفتكرها من الكاينيتيك النظريه دي بتقوم على ايه؟ بتقول لك انا لو عندي تفاعل بيتم على اكتر من خطوه والخطوات دي كلها فيها انترميديت بيتكون، عشان استنتج معادله حركيه للتفاعل ده اللي بيبقى معادلته صعبه في الاستنتاج، انا بعتمد على ايه؟ بعتمد على بشوف الانترميديت بتاعي ده هو بيكون في انهي خطوه وبيختفي في انهي خطوه، ولازم معدل تكوينه بيساوي معدل اختفائه. طب تعالى نشوف كده المعادله دي قدامنا جت منين. يبقى ادي المعادله الرئيسيه اهي اللي هي كانت رقمها 8، وادي المعادله الثانيه اللي هي كانت رقمها 9. عايزين نشوف المعادله الاخيره دي جابها منين. انا عندي قلنا نظريه الستيدي ستيت، بشوف الانترميديت بيتكون فين وبيختفي فين. هو بيتكون فين؟ بيتكون في المعادله رقم 8 اهو، ادي السهم رايح في اتجاه تكوينه. طيب يبقى اذا تركيز ال A في تركيز ال B في الريت كونستانت بيساوي المعادله اللي بيختفي بيه اللي هو بيختفي في خطوتين في الخطوه العكسيه دي اللي هي ارمز له اكتبها كده اهو، ادي ال A افتح قوس A بلس B. تمام. يبقى دي الخطوه اهي والريت بتاعها قد ايه؟ كي ماينس 8 مضروبه في كي ماينس 8. تمام. طيب هيختفي فين كمان؟ هيختفي برضه في المعادله رقم 9 دي، يبقى زائد. تمام. تركيز A بلس B كابيتال في القوس في الكي 9. طيب لو انا عايزه ابسط المعادله دي واخد من هنا هو مشترك القوس بتاعي الاي زائد بي ده اللي هو عباره عن جزيئات المونومر اللي محبوسه بين الجزيئات الايه الليكويد او السولفنت. تمام. يبقى اذا انا عايزه اخد ده عامل مشترك. ده هيساوي ايه؟ يبقى انا خدت اول مره من هنا عامل مشترك.
او خليني عشان ما اتلخبطش كده خليني اخد لكم المعادله دي على مراحل. انا هكرر المعادله دي كده اهو. المره دي انا هاخد من هنا عامل المشترك ده، هيتبقى لي ايه بقى؟ هيتبقى لي هنا كين ماينس 8 واشيل ده من الحته دي، يبقى انا نفس المعادله دي عملت من الطرف ده بتاعي، رحت واخد القوس بتاعي ده المشترك هو هو خرجته بره، يبقى لي جوه كي ماينس 8 بلس كي 9. طيب الخطوه اللي بعدها انا عايز بقى اجيب ايه؟ اجيب التركيز بتاع الانترميديت ده هيساوي ايه؟ هنشوف كده، هيساوي الحته دي على ده، يعني نحط كده نضرب معادلة الجزء اللي فوق هيبقى هو الطرف ده كله، يبقى انا هاخد كده كوبي احطه هنا بيست، تمام. طيب اللي هيتبقى تحت هنا الحتة دي كلها اللي هو كي ماينس 8 بلس كي 9. تمام. طيب ادي تركيز الحته دي. انا معدل التفاعل كله عباره عن ايه؟ هي المعدل اللي انا عايز اعرفه هو معدل تكوين البوليمر اللي هو عباره عن دي بي على دي تي. ده من المعادله رقم 9 بيساوي التركيز ده في كي 9، هيساوي التركيز ده في كي 9، يبقى هيساوي الحته دي بس. هيساوي ده تركيز الانترميديت اللي بيكون معايا في الريت كونستانت بتاعي اللي هو كي 9. طيب هو انا مش جبت قبل كده في الخطوه اللي قبلها التركيز بتاع الانترميديت ده؟ اه جبته. اه يبقى انا ممكن اشيل القوس ده كله واحط الحاجه اللي بتساويها، يعني هعمل ايه؟ يعني هنشغل اخد المعادله دي كلها كده زي ما هي كوبي، تمام، وبعدين كمان هضربها في مين؟ هضربها في كي 9. نبص كده على المعادله الاخيره دي، هتلاقي هي المعادله المكتوبه عندك في المقال. تمام. يبقى دي المعادله اهي، بس طبعا هعيد تركيبها. انا ممكن اخد الجزء ده بس بعيد اهو عشان تبقى بنفس الشكل اهو، خلي كده اهو، وناخد دي هنا نخليها مضروبه فوق. يبقى اصبح ان بقى عندنا هنا اهو اصبح شكل المعادله بعد ما ركبتها لك اصبحت هي هي نفسها المعادله اللي موجوده عندك في الجزء المشروح نوع. يبقى انا بس الخطوات اللي فاتت دي كلها انا بوريك هو ازاي وصل للمعادله الاخيره دي اللي بتعبر عن الريت اوف بوليمرايزيشن باستخدام الثيوري اللي اسمها ستيدي ستيت ثيوري. المعادله دي كلها بقى فيها احتمالين. الاحتمالين قال لك والله ممكن يبقى معدل الديفيوجن بتاعه المونيمر جوه السولفنت مولكيول يبقى اكبر من المعدل التفاعل لكي 9، يعني كي تبقى كي 8 اكبر بكتير من كي 9 او العكس. يا ترى انه احتمال فيهم اللي هيديني الفرض بتاع انه الريت اوف رياكشن لا يعتمد على المولكيولر ويت؟ لما يكون الكي ماينس 8 اكبر من كي 9 ولا العكس. تعالوا نشوف الاحتمال الاولاني. هي هو الافتراض الاول ان كي ماينس 8 اكبر بكتير من كي 9. طب تعالى نبص كده، لما تكون كي ماينس 8 اكبر بكتير من كي 9 ايه اللي بيحصل؟ يعني تخيلوا هديه لك كده بالارقام، ده واحد مقداره 100 والتاني مقداره 1، يبقى انا الواحد رقم صغير ممكن اعمله مقارنه بال 100، صح ولا لا؟ فتصبح المعادله الاخيره كي 8 كي 9 على كي ماينس 8. تعالى نشوف كده المعادله اهي، كي 8 كي 9 على كي ماينس 8. كي 8 وكي 9 هما الاثنين نفس الحاجه. ليه؟ لان ده يمثل ديفيوجن المونيمر داخل السولفنت، وده يمثل ديفيوجن اوف مونيمر خارج الصودين، كانهم بيروحوا مع بعض. فتتبقى لي المعادله ان كانها فيها كي 9 في التركيز ده،
يعني كأن الريت اوف بوليمرايزيشن بيعتمد فقط على الريت اوف رياكشن بتوين تو مونومر دول عشان تديني البوليمر الاخير. تمام. طيب يبقى اذا هنا لا يعتمد على المولكيولر ويت بتاع، ما جابش سيره المولكيولر ويت بتاع المونومر. ليه يعني مش فاهم ازاي؟ قالك لان الوحيد هنا اللي بيعتمد على الوزن الجزيئي هو الديفيوجن ريت اوف ديفيوجن. الريت اوف ديفيوجن لاي ماده داخل السولفنت بتتاثر فعلا بالوزن الجزيئي. فطالما هم هنا اختفوا من المعادله واصبح متبقي لي بس اللي هو الريت اوف رياكشن بتاعه التو مونومر مع بعض عشان تديني بوليمر، والرياكشن ده لا يعتمد على الوزن الجزيئي، اذا الشرط ده هو اللي ماشي ومتوافق مع الافتراض ان الكاينتيك بتاعت الكوندنسيشن بوليمرايزيشن ان الريت اوف بوليمرايزيشن لا يعتمد على الوزن الجزيئي. طب تعالوا نشوف الاحتمال الثاني، ان افترض انه الكي 9 هي اللي اكبر من كي ماينس 8، نشوف هتمشي مع الافتراض بتاعت الميكانيزم ولا لا. لما عملنا كده وعوضنا طلعت المعادله الاخيره ان فيها كي 8 في ايه في بي، هو ادنا مين؟ ده بتاع ديفيوجن، والديفيوجن بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الوزن الجزيئي. يبقى اذا هذا الافتراض خاطئ. يبقى اذا الاحتمال الاولاني او الافتراض الاولاني اللي بيقول ان لازم الكي اهو لازم الكي ماينس 8 تكون هي اكبر بكتير من كي 9، هو ده الشرط اللي لازم توافره عشان يكون فعلا الريت اوف بوليمرايزيشن دي بي على دي تي لا يعتمد على الوزن الجزيئي بتاعه التومرز. يبقى لازم تكون انهي خطوه تكون سريعه؟ هتكون ديفيوجن. انهي خطوه هي الريت ديترمينج ستيب، هي الخطوه المحايده للتفاعل، هي الخطوه التفاعل بين التومونيمر عشان تكون البوليمر. اتمنى تكونوا فهمتوا المحاضره دي. في انتظار اسئلتكم، وان شاء الله انا هديكم مجموعه من الاسئله اللي تحلوها على المحاضره عشان تطمن اولا انتوا فهمتوا، كمان انتوا تطمنوا تشوفوا انتوا قدرتوا تستوعبوا المحاضره دي ولا لا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.